مذاق الموصل، مطعم أقيم على أنقاض الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية في المدينة. أسسته أم عماد ورعته وطورته، وبات مصدر رزق للكثير من النساء الأرامل والمطلقات والمتعففات. اللي خسرت زوجها واللي خسرت ابنها اللي كان يعيل عليها أثناء الحرب قبل الحرب، فظلت المرأة بدون معيل طبعا، وخاصة عندنا بالموصل. اليوم المرأة أصبحت تجيب لقمة عيش كريمة على بيتها، ففتحت هذا المشغل. خلي أقول لكم شيء الإيجابي اللي خلاني أفتح هذا المشغل، كثرة الأرامل وكثرة المحتاجين، وخاصة عندنا يعني فئة الأرامل وفئة المطلقات. فالمرأة لازم تطلع، لازم تشتغل، لازم تحس بأن هي عنصر فعال في هذا المجتمع. فكثير من النساء طلبوا مني عمل، طبعا بوقت ما إيجاد العمل مثل ما تحفر على الصخر. في مطعم مذاق الموصل تجهز العاملات أغلب الأكلات العراقية والموصلية بشكل خاص، ويبدعن في إعطاء ما يطبخنه لمسة خاصة، عرفانا لأم عماد التي ساعدتهن في المحن التي واجهتهن وقدمت لهن الدعم بشكل متواصل. نحن نعمل قوزي شام، قوزي لحم، نعمل كباب عروق، دولمة، ممبارات، باتشات، نعمل حسب الطلب. أي شخص يعني يطلب إحنا نعمل له أكلات، كباب رز، بورك، كليشة، حتى كليشة يعني نعملها خاصة على أي تكثر الطلبيات. الكليشة العالم يعني حيل يحبوها. حسيت يعني عند أم عماد أم، مو بس يعني إنه مشغل بس شغله هاي، لا، انطتنا الصداقة أول شيء، بعدين الحب، بعدين الاهتمام، إنها مو بس إنها عاملة هذا هو، لا، تسألنا شنو ظروفنا، إيش نحتاج، إيش ناقصنا، تقفلنا. هذا الشيء خلاني أحب الشغل أكثر وأكثر. وحتى اللاجئات في العراق وجدنا في مطعم أم عماد ملاذا آمنا لهن من ظروف الحياة القاسية التي واجهتهن. من الحرب لجأنا من هنيك لهون أنا وولادي، والحمد لله كنت من فترة عم دور على شغل، وهلأ لقيتوني مطعم مذاق الموصل. الحمد لله كتير مرتاحة، كتير عم يساعدوني، كتير طيبين معي. وتعمل أم عماد بشكل دائم على تطوير مطعمها والخدمات التي يقدمها للزبائن، آخرها كان بإطلاقها خدمة توصيل المأكولات للمنازل بملاك النسائي. وعرضت علي أم عماد، قالت لي انت تعرفين السوقين وهاي، ليش يعني قاعدة بالبيت وهاي، تعي معانا، هم طايرين جو وهم تستفادين شويه. فرحت الحمد لله باقي الفتره يعني، وشغله يعني كثير حلوه. برغبه عارمه واراده قويه يكسوها الايمان بقوه المراه، قررت ام عماد ان يكون هذا المطعم، فكان ملجأً للكثير من النساء اللواتي فقدن المعيلة وبتن معيلات لأنفسهن وعائلاتهن.